حدث أن كان أنببيما جالسا مع بعض رهبانه ذات يوم، فقال له أحدهم: حين أسقط أو أخطئ يوبخني ضميري ويضايقني قائلا: لماذا سقط؟ أجاب أنببيما: متى سقط أحدنا ثم صرخ إلى الله قائلا: قد أخطأت، الله يقبل إلي على الفور. ولما قال القديس هذه الكلمات التفت إلى المحيطين بي وقال لهم: إن رأيتم أخا على وشك السقوط فمدوا أيديكم إليه وارفعوه، وعزوا قلبه بتذكيره بمحبة الله ليتشجع ويعاود جهاده في سبيل الكمال المسيحي. في حاجتين يتعبونا: الخطية والشعور بالذنب. الاتنين دول وحشين قوي، مش بس الخطية نفسها، كمان الشعور بالذنب ساعات يكمل على الواحد. فلما تغلط، هو واحد راح يسأله، راهب يعني بيسأل أبونا بيه من ده: لما بغلط، لما بقع، ضميري بيوجعني، يفضل يقول لي: ليه عملت كده، ليه عملت كده؟ قال له: يا ابني، الواحد لما بيقول يا رب سامحني بتتشال على طول. وقال لهم بقى ايه: لما حد تلاقوه وقع ما تكلموش في الخطية، شجعوه بسرعة يرجع لربنا، وفكروه قد كده ربنا بيحبه. لما حد مثلا يجي عامل عملة، لو لقى أبوه الروحي بيقول له: ازاي تعمل كده، ممكن ييأس، ممكن يصعب عليه، ممكن يحس بجسامة الخطية فيتعب ويقع في حرب صعبة، صغر النفس وكده. إنما لو أبوه قال له: يا ابني ربنا يسامحك، خلاص ما تعملش كده تاني، ويهونها، يهونها مش لدرجة الاستهتار، بس يهونها بنوع من الرجاء، يقول له: ربنا يسامحك وخلاص، ما تفكرش في الخطية، ربنا بيحبك لسه، خلينا في بكرة، بلاش بتفكر في امبارح. فهنا قال لهم كلهم بقى كتنبيه يعني: لما تلاقوا حد على وشك السقوط مدوا ايديكم اليه وارفعوه وعزوا قلبه وتذكيره بمحبة الله ليتشجع ويعاود جهاده في سبيل الكمال المسيحي. اللي يقع شجعوه مش توبخوه. كلمة تاني القديس يوحنا الدرجي يقول: إذا توقف ضميرنا عن التأنيب فلننتبه جدا لئلا يكون سبب ذلك كثرة الخطايا لا الطهارة. يعني اتنين ضميرهم يهدى، واحد قديس عايش في كمال، وواحد من كتر الشر مش داريان بالخطية. برضو أظن يوحنا الدرجي له تشبيه تاني يقول إيه: ممكن الواحد يبطل يحس بالوجع مش لأنه خف، لأنه في غيبوبة. فاهمين الفكرة؟ تصوروا معايا مريض بيتوجع، وبعدين ايه، ما سمعنالوش حس، بطل يقول اي، يقرب يمشي خالص ودخل في غيبوبة، يبقى الحكاية دهورت اكتر، يخف. فلما تبطل تقول اي، حاسب لا تكون الحكاية قلبت بغيبوبة، يعني تبقى من كتر الخطية ما انتش دريان بالخطية، فمش موجوع. فحتى مجرد الشكوى دي لوحدها علامة انك انت لسه صح، فيبقى يعني كويسة مش وحش. فتوقف الضمير علامة مش دايما حلو، الأفضل نعتبرها علامة وحشة، لأنه من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. أما بخوميس يقول لنا إيه: لا تؤجل التوبة لئلا يفاجئك المرسلون، مرسلون ملائكة يعني، ويأخذوك وأنت غير مستعد، فتصيبك شدة عظيمة وتعاين حينئذ الوجوه الشنيعة التي تحيط بك بقساوة وتمضي بك إلى المنازل المظلمة المملوءة فزعا ونيرانا. تيقظ بكل قوتك كي تكون أمينا على مال سيدك وتدخل إلى ملكوته بفرح. هل ينفع يكون دافع من دوافع التوبة الخوف من جهنم؟ ينفع 100% ينفع. كون الواحد خايف يهلك، طب وماله، دي حاجة كويسة. كتاب بيقول: خلصوا البعض بالخوف، منتشلين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد.
فلما يكون واحد مستهتر شوية واخد الأمور باستهتار، الخوف ينفعه، الخوف يشده يخليه صحصح. طبعا أجمل دافع هو حب الله، لكنه ماله لو الحب مش شاغل الواحد، الخوف يشغله، أحسن من بلاش. برضه يوحنا الدرجي يقول 3 يجروا في سكة السماء، واحد خايف من جهنم، واحد عنده رجاء في الملكوت، واحد بيحب ربنا. 3 يوصلوا، بس أسرعهم مين؟ اللي يحب ربنا. اللي عنده رجاء يوصل، واللي عنده خوف مقدس يوصل، واللي عنده حب يسبق، مش بس يوصل. مش شغله قوي جهنم ولا حتى أجر الملكوت قد ما بيحب ربنا وعاوز يرضيه. قال أنبى تيموثاوس: إذا أنت سقطت فلا تتوانى ولا تكسل، بل قم بسرعة، وإذا ضللت أسرع بالرجوع إلى خلف حتى تجد الطريق المستقيمة، لأن الطريق المستقيمة حسنة جدا وليس فيها دوران، ولا تحتاج إلى طول زمان، بل بسرعة تصل إلى مدينة السلام. يعني إيه؟ لما تقع ما تأخرش التوبة أبدا، قوم بسرعة وهم تاني واشتغل تاني. وإذا لخبطت أنت عارف السكة الصح، فارجع لها. السكة الصح ما لفهاش لف ودوران. المبدأ ده مريح لأي إحساس بالالتواء ما يبقاش سكة ربنا. أي حاجة في الضلمة اعرف إنها مش تبع سكة ربنا. سكة ربنا مستقيمة جدا، ما فيهاش أي نوع من الدوران واللف. وده يخليك تبقى ضميرك صاحي. أول ما تحس إنك أنت بتعمل حاجة كده مش عاوز الناس تعرفها أو ربنا يشوفها، لا، يبقى في حاجة غلط، في حاجة ما تريحكش، لازم بسرعة تعدل مسارك. قديس مرقس الناسك يقول لنا: نحن لا ندان على كثرة شرورنا، بل لعدم رغبتنا في التوبة. يعني الدينونة مش هتيجي على قد ايه غلط وكام غلطة عملتها وكام غلطة كررتها. ربنا مش قاعد يرصد، مش قاعد يعد، مش دي القضية. انما اكتر حاجة هتدين الانسان انه ما تابش، وده اللي قاله المسيح: ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. التوبة بتشيل كل الخطايا بحجمها بأشكالها بألوانها بتكرارها بكله. فإحنا لن ندان على كثرة الشرور، لكن ندان على عدم رغبتنا في التوبة. والتوبة على فكرة مش شعور بس، التوبة شعور بالندم واعتراف أمام الله، صلاة واعتراف قدام الكاهن، وخطوة وقرار لقدام إنك ما تغلطش تاني، وبعد كده جهاد عشان تعمل القرار اللي قلته. كل ده اسمه توبة. قال الواحد يفتكر التوبة يعني أنا اتضايقت من الخطية، لا، دي أول خطوة بس. تتضايق من الخطية بس لازم تقول: يا رب سامحني، تعترف بخطيتك قدام ربنا وبعدين قدام الكاهن، وبعدين توعد ربنا أنك ما تغلطش، وبعدين تحاول تنفذ الوعد. كده تبقى اسمك توبت، لأن التوبة في معناها الحرفي عدم رجوع للخطية تاني. هي دي التوبة المظبوطة بقى. يعني زكا بنعتبره تائب مثالي، ليه؟ لأنه خد موقف من حياته، مش بس اعترف قدام الناس كلها أنه كان بيسرق وبيعمل، إنما خد قرار ويقال أنه نفذه: نص فلوسي للفقراء، واللي وشيت بيه أرد 4 أضعاف. فربنا يسوع فرح بيه، قال له: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. قديس مرقس الناسك يقول إيه: إن أردت أن تقدم اعترافا لله بلا لوم، لا تتذكر خطاياك السابقة في تفاصيلها، بل بشجاعة تذكر مرارة نتائج. لما تقدم اعتراف لله، يعني في الصلاة: يا رب سامحني عشان عملت كده، ما تقعدش تحكي اللي عملته مع ربنا بالتفصيل، لأن ده ما يفيدكش، يمكن يضرك، يوقعك في تذكر الشر الملبس الموت. لما تقعد تفتكر انك زعقت في واحد، تلاقي قلبك ابتدى يغلي تاني، وتفتكر ازاي اتعصبت، طب ما انت بتلخبط تاني اهو. لا، سامحني يا رب لاني زعقت او غضبت بس. انما تذكر المرارة بتاعتها، يعني النتيجة، ازاي حرمتك من السلام،
عطلتك عن الصلاة، طفت الروح القدس اللي فيك، هو ده اللي انت تتضايق منه تزعل عليه. انما تقعد تفكر في التفاصيل ده يطلعك بره روح التوبة ويوقعك في خطية اخرى بالفكر. قديس المرقس الناسك له كلمة بقى صعبة شوية، مش صعبة بس يعني ايه، يعني تنبهنا شوية ان توبتنا دايما مش كامل، ان عمل التوبة يتم باقتناء ثلاث فضائل. عاوز تقول تايب توبة جد لازم تكون واصل للثلاثة دول: نقاوة الفكر والصلاة الدائمة واحتمال الضيقات التي تحل منه. لو انت عاوز تبقى تائب توبة تمام، التوبة التمام دي توصل لكده، يبقى الفكر نقي تماما، الصلاة بقت على طول، لو حصل أي ضيقات تقول في ضميرك أنا أستاهل كل حاجة فتحتملها بشكر مهما حصل لأنك تائب. إنما قليل التوبة لما تيجي عليه تجربة يعترض ويشكي، وأنا كنت عملت إيه عشان يحصل لي ده كله، فاهمين؟ لأن التوبة ضعيفة. إنما التائب الحقيقي مهما حصل له يشعر إنه ده أقل من حقه، يقول أنا أستاهل أكتر من كده، ده كتر خير ربنا على كده. فيبقى افتكروا الثلاث ثمار للتوبة دول عشان نقيس نفسنا عليهم. عاوز تقول توبتك بقت توبة كاملة؟ نقاوة الفكر، الصلاة الدايمة، احتمال التجارب. آخر كلمة قديس مكاريوس الكبير يقول: تمسكوا بالتوبة واحذروا لئلا تصطادوا بفخ الغفلة، لا تتهاونوا لئلا تكون الطلبة من أجلكم باطلة. يعني إيه؟ امسك في التوبة وخليك حذر، لأن الغفلة يعني لو غفلت عن نفسك، لو بطلت تاخدها جد هتقع وقعات كبيرة، فما تغفلش في فخ للغفل، ممكن تغلط غلطات كبيرة تكلفك كتير. وما تتدلعش لئلا تكون الطلب من أجلك، مش هينفع. برضو في واحد تاني مش فاكر أني قديس، جه واحد يقول له صلي لي يا أبونا، قال له يا ابني صدقني صلاتي لا تنفعك إن لم تتوب، قال له كده لأنه يبدو كان متهاون، بس إيه واخدها حجة كل ما يشوف واحد يقول له إيه صلي لي، ما بيعملش حاجة هو. فأبونا ده عشان أبوه الروحي فهمه قال له يا ابني حتى صلاتي لا تنفعك إن لم تتوب، يعني أنت اعمل حاجة طيب عشان صلاتي تنفع، إنما أنا هصلي لك وأنت مش عاوز تعمل حاجة خالص. فهنا لا تتهاونوا لئلا تكون الطلبة من أجلكم باطلة.